كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. ريفو دو بريس. باش نبدا مع وكالة تونس افريقيا للانباء تقرا ودراسة اوروبية. تونس في مقدمة الدول في المتوسط ولا دول المتوسط في الرشوة. دراسة أعدها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بينت أن الشركات التونسية اللي وقع استجوابها 2.7% من مداخيلها السنوية تتصرف تحت مسمى الرشوة المقنعة وهدايا لمسؤولين حكوميين باش يسهلوا معاملاتهم في الديوانة والضرائب والتراخيص وغيره. النسبة هذه 2.7% تفوق برشا المعدل العام للرشوة في بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط والمقدرة ب 0.9% في البلدان هذيك. تونس 2.7%. ما علاش احنا تونس؟ فوالا. في وقت اللي كانت تفسر لنا 2.7 من شنو؟ 2.7% من مداخيلها السنوية الشركات تخصصهم للرشوة. نفرح بي نفرح بيك عاشور وخموس فوالا. هي جوستو ماهيش باش نقول حتى انا الشعب التونسي هو اكثر شعب يشرب قهوه ابارامون في الصباح في الليل في القايله في الاوقات الكل يشربني قهوه يفرح بيا يصير يفرح بيا والرشوه يتربش به وكله تحت الطاوله وكله تحت الطاوله وعنده برشا مسميات. كيفاش قلت انت خميس خميس وعاشور وتولات وطوره اللي يحبوا 50 50 ايه هذا المقالول في تونيسكوب. حكاية أخرى معاش غريبة معاش خليكم انتم بعد شوية تعلقوا تقرأوا في مطار تونس قرطاج الكونتورن لي كونترول بوليسيي مون دون لافيون سون باسبور. تتجاوز المراقبة البوليسية وتطلع في الطيارة من غير الباسبور. عرفت هذه يا سيدي حسب التونيسكوب مش قولك شكون هذه مش نمالة لا مش نمالة هذه مواطنة تونسية زوجة سياسي رئيس حزب معروف بدفاعه عن زواج القاصرات. هو ما حبوش يقولوا البحر الجلاسيره من غير ما تقول هذيك هذا طرف هذه قلتها انا. كي مشيت للمطار في الديوانه حجزوا لها الباسبور نتاعها على خاطر اشتبهوا في امرها على علاقه بشبكات تسفير شباب لسوريا هكا مكتوب في الارتيكل. يا اخي في عوض ما هي تقعد تستنى باش تسوي الوضعيه نتاعها كملت طريقها غفلتهم وطلعت في الطياره ايه مشات وصلت لتركيا. في تركيا قبضوها بيان سور والله ماشي حكايه هذه اقسم بالله حكايه. وفي تركيا رجعوها لتونس ولهنا باش يصير التحقيق معها. فوالا التحقيق مش كان معها لازم يصير مع شكون مع اللي جوستومون مع المقصرين وتعادل تصور معناتها يا اخي معناتها طلعت في الطياره والطياره عملت الديكولاج وصلت وصلت لتركيا وصلت ورجعوها في تركيا. لا سامحني يعني رجعت للمطار وين؟ والله هم حاجزين لها باسبورها اي بورتون هي تجاوزت ال اسكو تجاوزت اللي تحكي عليه انت عملت لونجسترومون وعملت كذا ودخلت هي نحولها الباسبور نتاعها وقالوا لها اقعد استنى معناتها هي ما عندهاش برقيه تفتيش او غيره هي اشتبه في امرها دونك وقفوها في علم تقعد تستنى كملت مشات على روحها وتعديت. يا اخي سامحني فما ديوان نورمالمون فما كنترول فما تسال في انا وين نعرف ديوان تعديت وصلت التركي حملت وين الديوانه والبوليسيه حسين ان شاء الله برك على خاطرها مرت السياسي هذايا يسامحوها وما يقولوا لهاش مطار شيء ما صار شيء مطار فوالا. في مطار تونس قرطاج اما يكون سهل برشا الباساج والا يتفتفوا لك الباجاج فوالا هذه هي ريفو دو بريس اسمه مزيان